نعم. في نادي تاني الخامس بالنسبه له انجاز. طب انا هنتقل مع حضرتك سريعا الى المملكه العربيه السعوديه، تجربه الاهلي في كل مكان وانديه اخرى في دول عربيه شقيقه وصديقه لمصر، خرجت هذه التجربه مع شعار واسم النادي الاهلي، مع اسم النادي الاهلي، وتكررت التجربه بمؤسسات رياضيه عربيه اخرى في هذه التجربه السعوديه تحديدا. نتحدث عن نادي اهلي جده، ومعنا على الهاتف الزميل الصحفي الاستاذ عبد الرحمن مشبب، الصحفي بجريده الرياضيه السعوديه. استاذ عبد الرحمن اهلا بحضرتك. اهلا وسهلا استاذ محمد، احييك والكابتن عصام عبد المنعم، وتشرف في مداخلتي في هذه القناه الرائده. واحنا سعداء بمشاركه حضرتك معنا طبعا. استاذ عبد الرحمن، الله يسلمك، هل كان نجاح النادي الاهلي وخروجه بهذا الشكل منذ نشاته وحتى الان، انطلاق هذه المؤسسه وهذه المنظومه الرياضيه الناجحه، هل كانت عامل رئيسي في تكرار التجربه تحت نفس الاسم وان كانت منفصله اداريا عن الكيان المصري، تجربه سعوديه، تجربه اماراتيه الى اخر هذه التجارب في دول عربيه شقيقه؟ يعني حضرتك ممكن تكلمنا عن بعض التفاصيل المتعلقه بتجربه خروج نادي ومؤسسه اهلي جده للنور وتحقيق نجاحات فيما بعد؟ والله نشوف اذا تبدا احنا طبعا بالنادي الاهلي المصري، نادي نعم. يعني عمره تجاوز ال 100 عام، وهذا النادي العريق يعني اللي يعتبر يعني لما يطلق اسم الاهلي على طول اول ما يتبادر ذهن العرب كلهم يمكن الاهلي المصري. نعم. المسمى هذا الاهلي بالذات يعني في اكثر من تقريبا 17 18 نادي عربي يحمل هذا الاسم. زي ما ذكرت لك، بما ان القدوه هو النادي الاهلي المصري بحكم يعني اقدميته. النادي الاهلي السعودي اذا بنتكلم عن العلاقه بين الناديين لابد ان نستذكر الراحل الامير عبد الله الفيصل. هذا الرجل اللي اسس النادي الاهلي، يعني تاسيس او عمل نقله نوعيه لهذا النادي، وكان رحمه الله محبا، كان محبا كبيرا للنادي الاهلي المصري. نعم، رئيس شرف النادي. نعم، ورئيس شرف النادي الاهلي المصري. نعم، النادي الاهلي، وحتى اعتقد الان في قاعه باسم الامير الراحل عبد الله الفيصل بالنادي الاهلي. نعم، ما اذكر سميت باسمه. هذا صحيح. هذه العلاقه يعني قديمه، وكان هناك تبادل للاعبين، وكان في مرونه يعني لاعبين النادي الاهلي المصري والسعودي والعكس، يعني في تبادل مشاركات ايضا يعني على سنوات طويله، وحتى اذا بنستعمل حتى من على الكره السعوديه يعني مع الكره المصريه من عهد الراحل الامير فيصل الذهبي وسمير زاهر وكاس السوبر، كل هذه العلاقه يعني هي علاقه مستمره، يعني اخر ما وصلت العلاقه باستمرارها مع معالي المستشار تركي آل الشيخ والمشروع الاستثماري الضخم الكبير مع النادي الاهلي. نعم. وهو طبعا رئيس شرفي للنادي الاهلي. نعم. العلاقه يعني انت بتتكلم على علاقه اكثر من 50 سنه و60 سنه بين الناديين. نعم. هل في المملكة العربية السعودية عندما تحدث مباراة مهمة في المنافسات المصرية أو بين نادي مصري رائد مثل النادي الأهلي وفريق أفريقي، أي فريق في القارة الأفريقية، هل نجد مشجعين؟ هل في قطاعات من المشجعين أيضا تحب الأندية وتدعم وتتابع لقاءات الأندية المصرية وخاصة النادي الأهلي؟ هل له شعبية في المملكة العربية السعودية أم لا؟ جدا، انت ما تتخيل الشعبيه للنادي الاهلي، ويمكن انا ما اقولها، فانا كنت المنسق الاعلامي في ارضيه ملعب مباراه الشباب اعتزال فؤاد انور والاهلي المصري. نعم. وكان لنا زملاء، وكان في حتى جماهير، طبعا بالتاكيد الجماهير السعوديه حاضره، كانت يعني اقدر اقول انها متعاطفه جدا مع النادي الاهلي المصري. في يعني يكفي ان النادي الاهلي يعني نادي قياسي، ارقام قياسيه حققها عجيبه في البطولات. انا يمكن اتجاوز المقارنه مع الانديه المصريه الاخرى مع احترامي لها وعدم تقليل منها، لكن انا يمكن ابدا اقارنه بالمستوى القاره الافريقيه. اذا ما اعتبر القاره الافريقيه وهو في قمه القاره الافريقيه، مشاركاته في كاس العالم للانديه، مشاركاته القاريه يعني نجومه، يعني الحين اليوم نشوف محمد صلاح ما شاء الله من اللاعبين المصريين اللي يعني من اهم اللاعبين المصريين في الدوري الانجليزي، ثاني هدافين في الدوري الانجليزي، فتجد تعاطف كبير لان الجمهور بشكل عام يعشق البطولات، الجمهور يعشق الاهداف، الجمهور يعشق النجوم والمهارات، وهذه متوفره في النادي الاهلي. نعم. ومن الطبيعي ان اغلبيه الجماهير تميل او تشجع النادي الاهلي في مشاركاته الخارجيه. اخيرا استاذ عبد الرحمن، هل احيانا يحقق النادي الاهلي المصري تجربه ما في الاداره الرياضيه، في الاداره الخاصه بالمنشات، بالخدمات، بالاستثمار، ويحذو حذو
القائمون على إدارة الأمور في نادي أهلي جدة؟ هل هناك اتصالات دائمة وعلاقات يبنى عليها تكرار تجربة ناجحة ما حققها النادي الأهلي المصري هناك في السعودية؟ أكيد. إحنا شفنا كذا مشاريع يعني وكذا أمور إدارية حتى بين الناديين، وكان فيه حتى علاقات قوية في هذا الخصوص. يعني نادي الأهلي السعودي بالتأكيد أنا بستفيد من تجربة نادي الأهلي المصري في كثير من الأمور، وهذه يعني هذا من أسباب يعني نجاح وانتقال النادي الأهلي في أمور وتقدمه في أمور كثيرة، يعني حتى على مستوى الفئات السنية، على مستوى المدربين، على مستوى النجوم، وكثير أيضا من الأمور الإدارية. أنا بتجاوز الأمور الفنية وأتكلم عن الأمور الإدارية تحديدا وكيفية إدارتها بالنسبة للنادي الأهلي، نادي الأهلي جدا. أخيرا أيضا أشار الناقد الرياضي الكبير الأستاذ عصام شلتوت في حوار سابق معنا على شاشة قناة الأهلي إلى أننا بصدد تجربة متكاملة في التوأمة وانتقال اللاعبين بين البلدين الشقيقين في بورصة كرة القدم وفي بورصة الانتقالات في عالم كرة القدم، وبدأت بانتقال مجموعة من نجومنا إلى الدوري وإلى الفرق المشاركة في الدوري السعودي. كيف تقيم تجربة النجوم المصريين وبخاصة بشكل خاص مثلا نجمنا نجم النادي الأهلي والكرة المصرية مؤمن زكريا الآن في السعودية، وهل نتوقع على الجانب الآخر قريبا وجود لاعب أو أكثر من اللاعبين المتميزين في المملكة العربية السعودية هنا في الدوري المصري؟ خليني اخذ الشق الاول. انت تتكلم على يعني اذا استثنينا اللاعبين البرازيليين، طبعا هم اللي يتربعون على قمه التواجد في الدوري السعودي، يعني 23 لاعب برازيلي في الدوري السعودي، يجي بعدها على طول اللاعبين المصريين. نعم 12 لاعب مصري في الدوري السعودي، واذا رجعنا للتاريخ من ايام اشرف قاسم وبركات اسلام الشاطر وغيرهم من النجوم، هو امتداد. يعني انت لاحظ الان 12 لاعب في الدوري السعودي، اذا اخذنا فقط بس التعاون في 3 لاعبين مصريين، عصام الحضري، عماد متعب، مصطفى فتحي، يعني احنا عندنا 6 اجانب يلعبون اساسيين في التشكيله، نصف الفريق هذا الاجانب أو ما قدرت انهم اجانب، هم طبعا من العرب اللي هم المصريين. نعم. هذا دليل على تاثير اللاعب المصري، تواجد اللاعب المصري. عندك شيكابالا الحين خامس هدافين الدوري بيلعب في الرايد، عندك لاعب مصطفى، يعني عندك قوه منافسه، ويعني انا اقدر انا اعيش الدوري السعودي. اللاعبين المصريين ميزتهم التعقل السريع ومع اي ظروف لاي انديه لاي دوري، وهذه ميزه. نعم. يعني ميزه قويه جدا يعني. واذا رجعنا حتى للاعبين في تجارب، يعني عندك حسام غالي، عندك عماد متعب، شاركوا في مع انديه النصر والاتحاد وعادوا. نعم. مره اخرى الى الدوري السعودي، يعني هذا يدل على قوة وتأثير اللاعبين المصريين في الدوري السعودي. والجزء الثاني، هل تتوقع وجود لاعبين سعوديين في الدوري المصري قريبا؟ يعني انا اعتقد انها بنسبة اقل، لكن ممكن مع العلاقة القوية هذه يعني يمكن يكون، لان التجربة بتكون مفيدة للاعب السعودي. ليش؟ سبب بسيط، طبعا الكرة المصرية والافريقية بشكل عام كرة قوية، وهو ما يحتاجه اللاعب السعودي. اللاعب السعودي يتميز نوعا ما بالمهارة، ولكن البنية الجسمانية اقل، فلما يكون هناك احتكاك ويكون هناك خوض تجربة قوية في دوري مثل الدوري المصري، اعتقد ان العائد بيكون ايجابي جدا للاعب السعودي. ومع العلاقة القوية هذه والتبادل الاستثماري والفني والإدارة، هذا يسهل المهمة ويسهل الامر. نعم جدا. نعم. بشكل كبير جدا. اشكرك جدا على وجودك معنا، شكرا جزيلا لمشاركتك معنا في هذا الحوار، الزميل الصحفي الاستاذ عبد الرحمن مشبب الصحفي بجريده الرياضيه السعوديه، شكرا جزيلا لك. واعود الى ضيفي نجم الكره المصريه والناقد الرياضي الكبير ورئيس الاتحاد المصري لكره القدم سابقا كابتن عصام عبد المنعم. قبل ما نرجع لحديثنا الرئيسي، تعقيب حضرتك على ما اشار له الاستاذ عبد الرحمن. كابتن عصام، طبعا مساله الاحتراف